مستحيل مستحيل أصدق إنك عملتي كل ده. مستحيل يكون جواكي كل شو؟ حقد؟ غل؟ لك كم مرة قلت لك إذا مش قادر نكفي خلينا نفل وروح عند أهلي؟ كم مرة أنت قلت لي خليكي هون وبدنا نجرب؟ كم مرة جربت أقرب منك وبالآخر بتقرب منها هي؟ هي اللي أنا فتحت لها بيتي؟ تلك أنه أنا قربتكم من بعض وهيك بتغدروا فيي بالآخر أنتوا اثنين؟ لا هي قصدت ده ولا أنا قصدته. معقول قادر تبرر؟ ملوش تبرير، أنا اللي عملته غلط. غلط عمري ما كنت متخيل إن أنا ممكن أعمله، ولا قادر أطلب منك إنك تغفريه. وكان لازم أجي أقولك، وكان لازم أحاول أبعد عنها أو على الأقل أديك فرصة إنك تختاري، لكن أنا كنت خايف أظلمك. وأنت اخترت إنه ما تفكر غير بحالك وظلمتني، والظلم لازم يندفع تمنه. والتمن ده ما كانش هيندفع غير بإنك تردي ظلمي ليكي بظلم أكبر، تورطيها في مشكلة مع جوزها اللي حرمها من بنتها، وتشوهي سمعتي قدام كل الناس، وتظلميني بتهمة وأنت متأكدة إني بريء. وابننا اللي كان حقيقي كان هيبقى ذنبه ايه؟ ولا ده كمان كان دم خدتك؟ مظبوط، لانه ما كان في حمل من الاساس، بس كان لازم اعمل هالخبريه كرمال بعدك انت وكريم عن بعضكم. أما بالنسبة للهانم كريمة فكان لازم هي كمان تدفع ثمن إنه جربت تاخد شي بخصنا إلي، وهلأ هي خسرتك وإنت خسرتها، وهيدا الشي الوحيد اللي خلاني أتحمل العيشة معك من بعد ما عرفت بعلاقتك فيها. كان فيي أتركك من أول يوم، بس كان بدي أشوفك هيك مهزوم وخسران كل شي. هلا صار فيي امشي انا ومرتاحه. انا مستعد لاي خساره، لكن ارجوكي بلاش تخليني اخسر ناديه. ارجوكي يا عايده، مش عشاني بس، فكري فيها وفي مصلحتها. كان لازم انت تفكر فيها اكتر من هيك. أهلك فيهم يشوفوا نادية بس بدهم هن وبس. أنت ما بدي يكون عندك علاقة لا فيها ولا فيه، لا من قريب ولا من بعيد. أنا رح أطوي الصفحة هلأ، ما رح أرجع أتطلع فيها أبداً.